الحقيقة السورة دي هي سورة بورتريت مرسومة لواحد على أساس إن هو ابتكر له عملية. اللي واقفين دول هم رؤساء كلية الجراحين الدولية وكبار الأساتذة في إنجلترا، بالإضافة طبعا رؤساء كلية الجراحين الدولية دي بتكفى أنحاء العالم، بالإضافة لبعض الجراحين العظماء الإنجليز. الصورة دي أزيح الستار عنها في مجلس اللوردات، وبالحضور المتحدثة بتاعت مجلس اللوردات البريطاني في ذلك الوقت وكبار الأساتذة الإنجليز العالميين، ثم وضعت في البورتريت جاليري اللي هي متحف الصور اليدوية الشخصية الموجودة في ترافلجر سكوير اللي هو ميدان ترافلجر اللي هو بيبقى فيه الحمام حوالين التمثال في لندن.